هناخد المسل تيست شولدر اكستنشن. مين العضلات المسؤوله عن الشولدر اكستنشن؟ عندك البوستيرو فايبر اوف ديلتويد، وعندك التسمس دورساي، وتيرس ميجور. عشان نعمل المسل تيست بنعمل عيان برو لاين بوزيشن، وانا هبقى سترايد ستاندنج انسايد ذا بيشنت اللي هو البوزيشن اوف ثيرابيست، واسك البيشنت انه يعمل هايبر اكستنشن، وانا هدي ريزيستنت داون لود. في جريد 3 هعملها لوحده، في جريد 4 هدي مودريت ريزيستنت، دونت ليت مي بوش ات داون. في جريد 5 هعمل اجينست ماكسيمم ريزيستنت، تمام؟ دونت ليت مي بوش ات داون اند هولد 6 سكند، ذن ريلاكس. لو العيان ما قدرش يجيب جريد 3 خلاص، يبقى العيان ده هيبقى ايه؟ سايد لاين، هينام سايد لاين، زي الشولدر فليكشن، هبقى جاست عامل هاندلنج جاست تو عشان اشيل اللود بتاع العيان، واسك العيان من البوزيشن ده تراي تو موف يور ارم باكورد، ذن ريلاكس. لو انا عاوز احدد العضلات اللي اشتغلت معايا يبقى هعمل ماسل تيست مختلف، عشان اخد اللاتسموس لو هو عنده الاكستنشن اوف الشولدر ضعيف، يبقى انا هعمل ايه؟ هبدا افرق مين العضله اللي ضعيفه، فاخد الاول لاتسموس دورساي، فاللاتسموس دورساي هي مسؤوله هي اصلا بيسموها كراتشز ماسل، يعني العيان اللي بيمسك كراتشز بيضغط، هي ديبريسور ماسلز، فعشان تعمل التيست ضد الجاذبيه يبقى هيبقى واقف على راسه، فده مش هينفع. فاحنا عشان نختبر الاول كويك تيست لللاتسموس دورساي هخلي العيان يقعد شورت سيتنج ويحاول يضغط البلانتس بايديه الاثنين ويرفع الباتوكس اوف ذا بلانتس. لو قدر يعمل البوزيشن ده يبقى اللاتسموس دورساي بتاعته قويه، يبقى كده جريد 5. طب لو ما قدرش يعملها ده اسمه كويك تيست، يبقى هجزقها، ينام برون لانها عضله بتشتغل على السكابيلا خلاص، وهاسك البيشنت ان انا هبقى واقف من الوضع ده ومن البوزيشن ده يرفع الشولدر اليفيتد بالشكل ده، ده الستارتنج بوزيشن، وانا همسك واحده من عند الارم واحده من عند الايه؟ الفور ارم، ومن البوزيشن ده هقول له تراي تو بوش ماي هاند داون. في جريد 3 في جريد 3 هدي ريزيستنت، ليه؟ عشان اعوض الجاذبيه، فهديله مينيمم ريزيستنت، ذن ريلاكس، وجريد 4 هدي مودريت ريزيستنت، وجريد 5 هدي ماكسيمم ريزيستنت، وجريد 2 جاست انه يعمل، لان الوضع ده يعتبر الانيشن للجرافتي، جاست انه يعمل اشيل الكتف بس بتاعه عشان ما اعملش فريكشن، جاست انه يعمل مينيمال موفمنت، تعتبر جريد ايه؟ جريد 2. فين البالبيشن بتاعت على الاسسمنت دورسايد؟ عند الانفيريور انجل اوف ذا سكاب، عند الانفيريور انجل اوف ذا سكاب، دي اللاتسموس دورساي، ده كانت عضلات الهايبر اكستنشن اوف ذا شولدر او الاكستنشن اوف ذا شولدر.